في 16 من يناير الماضي أعلن النادي الأهلي عبر موقعه الرسمي إتمام التعاقد مع المهاجم السنغالي أليو باجي من فريق رابيد فيينا النمساوي لمدة 4 مواسم ونصف لتدعيم الخط الأمامي بعد رحيل المغربي وليد أزارو لنادي الاتفاق السعودي. المهاجم البالغ من العمر 22 عاماً بدأ مشواره مع الفريق بعد 10 أيام فقط من هذا الإعلان، عندما شارك لعدة دقائق أمام النجم الساحلي التونسي ثم الهلال السوداني في ختام مرحلة المجموعات بدور أبطال إفريقيا. لكن وفي أول فرصة حقيقية قدم أوراق اعتماده أمام بيراميدز في الجولة 16 للدوري، عندما لعب كبديل في الدقيقة 64 بدلاً من مروان محسن، وسجل هدف التعادل في الدقيقة 77، ثم صنع هدف الفوز برأسه للمالي أليو ديانغ في الوقت بدل الضائع، وساهم في كسر عقدة دامت 4 مباريات متتالية أمام بيراميدز. قبل محطة نادي القرن بدأ باجي مسيرته مع فريق كاسا سبورتس السنغالي، ثم التحق بصفوف فريق الشباب بنادي يورغردانس السويدي، وذلك في يناير 2017، ولعب معه 16 مباراة سجل خلالها 12 هدفاً، بعدها تألق مع منتخب السنغال للشباب وساهم في تأهله لنهائي كأس الأمم الإفريقية 2017 في زامبيا بتسجيله هدف الفوز على غينيا في الدور قبل النهائي. مع الأهلي، وهل تألقه أمام صن داونز الجنوب إفريقي ذهابا وإيابا بدور أبطال إفريقيا عوض جماهير الأهلي عن إهداره ركلة الترجيح أمام الزمالك في السوبر المحلي؟ ماذا عن طموحه بعد استئناف النشاط على المستويين المحلي والإفريقي؟ وهل تكون تجربة الأهلي طريقه لتحقيق حلم اللعب بجوار ساديو ماني في هجوم أسود التيرانجا والاحتراف بأحد أندية أوروبا الكبرى؟ أليو باجي مهاجم الأهلي يجيب على كل هذه التساؤلات وغيرها في ظهوره الأول بملعب أون تايم.